ما راحش تركز على العيوب وإنما عن طريقة إبراز جمال كل سيدة من خلال تكثيف الرموش. نقول صباح الخير لميس. صباح الخير لطفي، صباح الخير كل سيدات اللي راهم يشوفوا فينا اليوم. الموضوع تاعنا اليوم طريقة تكثيف الرموش. كل سيدات عندهم يديروا هذاك الكريمات في الوجه، يديروا مساحيق التجميل. من بين هذه المساحيق كاين الماسكارا، دير هذيك الماسكارا باش تحصل على رموش جذابه واكثر كثافه. الوغ افورس كي دير هذيك الماسكارا راح يبداو يطيحوا الشفرتين تاعها. هنا لازم ندخلوا كوم دابيتود بلي برودوي ناتوريل تاعنا اللي ننصح بهم كل سيده عندها هذا المشكل. نبداو الاخ لطفي بهذا لو ميلونج. الحاجه الاساسيه اللي نبداو بها نجيبوا غيسيل ترونسبارون، نفيديو هذاك لو تيوب هذاك بيان سور ونغسلوه تري تري بيان. وانا فضلت هنايا غيسيل ترونسبارون علاش؟ باش كي نقيوه يجينا ساهل وما يبقاش كاع لو برودوي لداخل. الوغ نجيبو هذاك لو تيوب تاعنا، نفرغوه، نقيوه تري تري بيان، نشفوه تري تري بيان، نجيبو لو ميلونج اللي نديروه. الحاجه الاولى بون، هذا الخليط الاول، الثاني هذا الخليط الاول. الحاجه الاولى عندنا زيت السمسم، وعندنا كيما راكو تشوفوا زيت الخروع، وعندنا العسل الحر. ولازم تكون العسل الحر تاع الصح، ماشي سكر وما كاين. هاد لي تخوا ميلونج هادو نخلطوهم تري تري بيان في هاد لو تيوب هذا كيما راكم تشوفوا. بعد ما نكونوا نقيناه وشفناه نديروا نفس الكميه. باغ اكزومبل نصف ملعقه صغيره عسل، نصف ملعقه صغيره زيت الخروع اللي معروف بتكثيف الرموش. هذا وحده يعاوننا باش الرموش تاعنا يطوالوا في اقرب وقت. زيدوا كيما قلنا زيت الخروع، العسل الحر، وزيت السمسم. نديروا هاد لي تخوا ميلونج، نحطوهم دكوتي هكا. اشاك فوا كل ما تكون سيده رايحه دير تخلط تري تري بيان وتابليكي سون بروبليم، راح تحصل في اقل وقت. نعم هو الججلان. راح كل خطرات تستعمل هاد الخليط هذا راح تحس كاين شونجمون في شفرتيها، حيبداو يطوالوا بطريقه جد طبيعيه. التوقيت اللي دير فيه عندنا في الليل في النهار دوك على فام لطفي دوك مع الاخر ان شاء الله نمد نصائح بخصوص استعمال هذه المواد الطبيعيه. نكملوا برك نوريو هذا لو دوزيام ميلونج. بون هذا سي تري فاسيل افير، هذا جوست لو فازلين يا شاك فوا راني نجيبو نذكرو باسكو على بالكم بلي ينفعنا اكثر من اللي درنا. فاسو ما فيش حتى ضرر. دير الفازلين في هذا التوب هذا تاع الغيسيل اللي كنا ديجا نقيناه ونشفناه، اشاك فوا دير في شفرتيها، ومن المستحسن قبل ما ترقد ديروا الفازلين. فوالا كيما على بالك لطفي كاين بزاف مشاكل نهضروا عليهم مؤخرا، راهم يديروا بزاف رموش اصطناعيه. صح الوغ لما لا تقدري تبدلي باسكو كل سيده تحب يكون ان شونجمون هكا في الفيزاج تاعها. المفروض في المناسبات، في المناسبات جوستومون كي تلحق باش تكون مناسبه وتستعمل السيده رموش اصطناعيه. النصيحه الاولى اللي نقدمها لها لازم تعرف لو برودوي اللي لصقه هذيك اللي لصقوا بها هذوك لي فوسيل، باسكو اكبر عدو هي اللصقه هذيك للعينين. راح لو كانت تستعملها بطريقه خاطئه ولا تروح لصالون هكا حلاقه وتجميل يستعملوها بطريقه خاطئه راح يؤدي بضرر كبير للعينين. اي اون بلوس يطيحوا شفرتيها كما نقولوا حنايا. الوغ دو بريفيرونس كل ما تروح باش تركب هاد الرموش الاصطناعيه لازم يكون على بالها لو برودوي اللي رايحين يحطوه لها في عينها. ننصح كل سيده ما كانش اللي راهم يخدموا كاع بضمير مالوغوزمون. الوغ كوني حذره. ومن المستحسن كاينه دوكا خرجت الميثود جديده الاخ لطفي، الرموش المغناطيسيه. وي تكير كيما نقولوا حنايا بالعاميه تاعنا، تجيب هذيك الرموش هذوك فيهم تكير خفيف، تحط هذاك التكير، تحط رموش من التحت رموش من الفوق اب يلصقوا مع بعضهم. تقدر تجوز لا جورني نورمال ما كان حتى اشكال، فان جورني تقدر تنحيهم ما كان حتى ضرر على عينيها. هذوك انا ننصح بهم السيده اللي تحب تبدل، تحب تتحصل على رموش كثيفه.
ويعني حقيقة كل ما تخلي جمالها طبيعي، كل ما تعتني ببرموشها مواد طبيعية حيكون أحسن لها، سواء رموش هذه الاصطناعية ولا رموش المغناطيسية. ما كاش أحسن ولا من الطبيعة. ما كاش أحسن من الطبيعة. وبهذا المناسبة كي رانا نهضروا على الرموش، نأكد على كل سيدة ونعطي لهم ثلاث نصائح. الحاجة الأولى لازم كي تمسحي باغ اكزومبل، حنا عندنا هذيك العادة كي تروحي تغسلي وجهك تمسحي بهذيك لا سيرفيات وتبداي تفرك مليح تفرك مليح، هذا أكبر عدو للشفرتين. الوغ ايفيتي هذا الاخر، لازم تكوني تمسحي شغل غير بالعقل، ما كان لا تدي وتجيبي نو، هذه طريقه جد خاطئه ما تستعمليهاش. ثانيك كاين بعض السيدات تقول لك عندي حاجه راهي لاصقه هنا في عيني تبدا نو، كاين باش تنحيها هذيك الحاجه اللي راهي لاصقه في عينك غير بالعقل، ديري كومبريس مال الورد اب تفركي غير بالعقل بالعقل وتنحيها، تكونيش عنيفه في الاخر باسكو الرموش عبالك ما فيهمش الروح، ميم لي غاسين تاعهم بزاف ضعاف. وكي تنتفها طول باش تعاود تنبت، طول باش تعاود تخلفها. وننصح كل سيده راهي تستعمل في هاد تقدر زعما باغ اكزومبل ديسيدات باش تستعمل هاد لي برودوي هادو ناتورال اللي نصحتها بهم، تيفيتي لو غيسيل، يعني باغ اكزومبل كي ديرهم تحبس هذاك الغسيل ما ديروش، على بالي سي ديفيسيل باش تخرج بلا غسيل باش تكون فترة علاج فترة علاج فوالا، اوما دير هذاك لو ويكاند هذاك، دير هاد الزيوت هذه هاد لي برودوي ديرهم تحبس كاريمون لو ماكياج مليح ليها. كاينه حاجه ثانيك نعاود توجور نولي للقديم تاعنا لطفي، جداواتنا كانوا يستعملوا الكحل هذاك الطبيعي، هذاك تانيك مليح ويعاون على الرموش باش تولي اكثر صحيح بيان سور يقويهم. الوغ عندك اوا اون فوا بار سيمين ديري هذاك لو تراساج بالكحل ناتورال طبيعي المخدوم اللي كانوا يخدموه جداواتنا من قبل، هذاك تاني ينفعنا بيان سور وما فيه حتى ضرر يعني لكل سيده. فوالا شكرا لك لميس، نتمنى ان كل سيده استفادت من خلال اختيارك هذا الموضوع اللي فيه فائده كبيره، خصوصا انه الكل يعود الى كل ما هو وصفات تقليديه منتوجات محليه ايضا. أكيد. شكرا لك لميس. العفو لطفي، ربي يخليك.